باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، نحتفل اليوم بعيد ارتفاع الصليب المقدس، والصليب هو شعار هذه الكنيسة وهو عيد هذه الكنيسة. لنندم على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذا العيد ونيل الثمار المرجوة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Hallelujah.
هللويا. هللويا هللويا. مجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام. هللويا هللويا. هللويا هللويا. مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. هللويا هللويا. هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام. لنصلي. اللهم يا من شاءت إرادتك أن تخلص الجنس البشري بصليب المسيح، أنعم علينا وقد عرفنا سر هذا الحب العظيم على الأرض، بأن نجني ثمار الفداء يوماً في السماء. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر العدد. في تلك الأيام ضجرت نفوس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ فإنه ليس لنا خبز ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف. فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب، ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأقبل الشعب على موسى وقالوا: قد خطئنا إذا تكلمنا على الرب وعليك، فادع الرب أن يزيل عنا الحيات. فتضرع موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية وارفعها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. كلام الرب. اصغوا يا قومي إلى تعليمي، أرهفوا مسامعكم إلى أقوال فمي،
إني أفتح فمي ضارباً الأمثال وأستحضر أسرار غابر الأزمان. كانوا إذا بطش بهم إياه يلتمسون وينقلبون إليه باكراً يسرعون وتذكروا أن الإله ملجأهم إن العلي هو المدافع عنهم. ثم خادعوه بأفواههم وراحوا يكذبونه بألسنتهم ولم يكن قلبهم نحوه قويماً وما ظلوا لعهده مخلصين. لكنه كان رحيماً وللذنوب غفاراً وما كان لينزل بساحتهم دماراً بل ظل يكظم غضبه ويهدئ سخطه. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذاً صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجدو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيداً لله الآب. كلام الرب. نجود لك أيها المسيح ونمجدك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. الرب معكم.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل البشير. في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. كلام الرب. أعزائي الكهنة، الأخوات الراهبات، أيها المؤمنون، باسمكم نشكر كاهن الرعية الفاضل أبونا فرح لأنه دعانا كي نحتفل معه ومع رعيته بعيد الكنيسة اللي بتحمل اسم ارتفاع الصليب. وهذا العيد يعود إلى سنة 628 عندما قرر الإمبراطور الروماني هرقل بأن يستعيد ذخيرة الصليب من الفرس. كان الفرس قد أخذوا ذخيرة الصليب رهينة غنيمة وأخذوها معهم إلى بلاد فارس إذلالاً للمسيحيين، لكن هرقل كان عنده نخوة وشهامة وأقام حرباً واسترجع ذخيرة الصليب وعاد بها إلى القدس ونصبها من جديد في كنيسة القيامة في احتفال مهيب سنة 628. ومن ذلك الوقت صار لدينا عيد هو عيد ارتفاع الصليب. نتساءل لماذا أنهى يسوع حياته مصلوباً، علماً بأن الصليب كان أشد العقوبات إيلاماً، كان الصليب أشد العقوبات إذلالاً، كان مقصوراً على العبيد، فالمواطن الروماني لم يكن يصلب، أما العبد أو من هو غير يوناني روماني فكان مسموحاً بأن يعلق على الصليب. كان الصليب أكثر العقوبات إذلالاً وإيلاماً على الإطلاق، أشدها إيلاماً بسبب ما يرافق الصلب من معاناة. فالصليب ثقيل يحمله المحكوم عليه على كتفيه حتى مكان الصلب، ثم تغرز المسامير في اليدين والرجلين، ثم يعلق المصلوب ويبقى معلقاً حتى تختنق أنفاسه ويموت خنقاً من قلة وصعوبة التنفس. وإذا لم يكن يموت بسرعة كانت تكسر ساقاه حتى يعجل في موته.
وهذا ما حدث مع يسوع وحدث مع المجرمين اللذين صلبا عن يمينه وعن يساره. ونتساءل لماذا سمح الله بهذه الميتة الشنيعة؟ لماذا سمح الله بهذه الميتة التي كان يسوع بقدرته قادراً أن يتجنبها؟ فهو كان قادراً أن يبذل نفسه وقادراً أن يحفظها، لكنه قبل أن يبذل نفسه، ونتساءل لماذا؟ السبب الأول، أراد أن يكون نموذجاً لنا في الألم. كلنا نتعرض عاجلاً أم آجلاً للألم والمعاناة، ونحن نعلم أنواع المعاناة. هنالك المعاناة المادية بسبب ضيق العيش، هنالك المعاناة النفسية بسبب المعاكسات أو الاضطهادات أو الهموم أو التوترات، هنالك أيضاً الألم بسبب المرض وغياب الصحة، والمستشفيات هي بيوت الألم، هي مدن الألم، كل مستشفى هو مدينة الألم. الآلام لا تنتهي، والبشرية تتألم كل يوم. هنالك ضحايا الحروب، ضحايا الظلم، ضحايا الكوارث الطبيعية، ولا عد ولا حد لآلام البشرية. فأراد يسوع بآلامه أن يعطينا النموذج كيف نتأمل صابرين على مثاله. فهو لم يتضمر، لم يفتح فاه كشاة سيق إلى الذبح، ولم يفتح فاه، هكذا يتنبأ أشعيا النبي، وهكذا يتحقق في المسيح ربنا، تألم بدون أن يتضمر، بدون أن يفتح فاه. أما السبب الثاني، فأراد أن يقدم آلامه ذبيحة خلاص. لماذا أصبح الألم ذبيحة خلاص؟ لأن آلام المسيح اقترنت بالطاعة، وطاعته اقترنت بالألم، والطاعة هي أفضل ذبيحة ترضي الله. اقترن الألم بالطاعة، والطاعة بالألم، كما اقترن الحب بالألم، الحب اقترن بالصليب، والصليب اقترن بالحب. وألم يقل القديس يوحنا: ليس من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. إخوتي وأخواتي، أصبح الصليب خشبة الخلاص بالنسبة لنا جميعاً. ونحن نحتفل بالصليب ليس فقط مرة في السنة في مثل هذا اليوم، إننا نحتفل بصليب المسيح كل قداس. في كل قداس نحن نقدم لله الآب ذبيحة الصليب التي قدمت فداءً عنا. نحن ننال الخلاص كل مرة نحتفل بالقداس. نحن ننال الخلاص كل مرة ننظر إلى الصليب ونقدم آلامنا مع آلامه. وأخيراً، أريد أن نتذكر معاً العبارة التي قالها يسوع مشجعاً إيانا أن نحمل صليبنا اليومي مهما كان اسمه. في إنجيل الأحد الماضي سمعنا يسوع يقول: من أراد أن يكون لي تلميذاً فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فمن صفات التلميذ الحكيم الفطن أن يتبع المسيح يومياً حاملاً صليبه بفعل طاعة وفعل محبة، فيكون صليبه خشبة خلاص، ويكون أيضاً تحمل صليبنا هو خشبة خلاص لنا. وكل عام وأنتم بخير. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، يساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا البشر، ومن أجل الخلاص منا.
أيها الإخوة الأحباء، نحتفل الكنيسة اليوم بعيد الصليب الظافر، والصليب هو شعارنا الذي به نفاخر الدنيا كلها ووسيلة خلاصنا. لذلك نصلي الآن معاً من أجل أن يهبنا الرب حكمة الصليب ومفعوله العجيب. من أجل ألا يرى الإنسان نفسه مسحوقاً تحت صليب يحمله في الحياة، بل محرراً بالصليب من كل قيد، قائماً به من كل موت، إلى الرب نطلب. من أجل أن يدرك أتباع المسيح جيداً أنهم بغير صليب لا يكونون من أتباعه، إلى الرب نطلب. من أجل المتألمين في الحياة ليكتسبوا بآلامهم عند المسيح أجراً، إلى الرب نطلب. من أجل الذين صلبوا أجسادهم مع المسيح وماتوا من أجل المسيح عن أنفسهم ليختبروا فرح القيامة مع المسيح ومتعة الحياة معه، إلى الرب نطلب. من أجل أن يحمل المسيحيون وراء المسيح صلباناً وأن يستكملوا في أجسادهم ما ينقص لآلام المسيح في الأمم، إلى الرب نطلب. نصلي إلى من تألم ومات على خشبة الصليب لأجل خلاص البشرية جمعاء، والذي بموته على هذه الخشبة حولها من أداة ألم وعذاب إلى سفيرة خلاص ونجاة، طالبين منه وبشفاعة والدته الكلية الطهارة والقداسة أن ينعم على بلادنا بالسلام، وأن يمن على غائبينا بالصحة والعودة إلى الأوطان، وعلى عائلاتنا وبيوتنا بالتوفيق والنجاح والأمان، وعلى مرضانا بالشفاء التام، وعلى موتانا بالرحمة والراحة الأبدية، إلى الرب نطلب. أن يتحنن رب الحياة والموت على عبيده غسان الربض والدي وأختي، فلا يتعرض للعذاب وللموت الأبدي، إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت صليبك الذي علقت عليه راية حرية وآية خلاص، نسألك أن تهبنا أن نعانق هذا الصليب كلما ثقلت علينا صلبان الحياة، وأن نظهر في حياتنا علامة الصليب التي قبلناها بالعماد، محتملين من أجل ذاتك كل صليب. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. Thank you.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. هذه هي التقدمة التي أزالت خطيئة العالم على مذبح الصليب، فنطلب إليك يا أبا المراحم أن تطهرنا بقوتها من جميع آثامنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك قد جعلت من شجرة الصليب المقدس أداةً لخلاص الجنس البشري بأجمعه، ذلك أنك شئت أن تنبعث الحياة من حيث نشأ الموت، وأن يغلب بالشجرة من بالشجرة قد غلب بالمسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسماوات وقوات السماوات، والصارفين الطباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغ كمال المحبة
مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس سقفتنا بيير باتيستا أسقفنا ويليام جمع الأساقفة ساري الكليروس الشعب الذي اقتنيته وجميع الحاضرين ها هنا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك. اجعلهم ينعمون يا رب بنوري وجهك البهيم. وإياك نسأل أيضا أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن أيها الإخوة لنطلب إلى الله أبينا أن يقينا كل مكروه ويجعلنا أهلاً لملكوته السماوي ولنقل: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل أولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. فلنتبادل سلام المسيح. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. صفحة 282 في كتاب الترتيل.
سألت ما أن ذقت خلا ذقت كل مرار سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام ممن تمادوا في إيذائك وقد غفرت أثام الشكر لله ولمجد الله نرفع هذا الاحتفال بمناسبة ارتفاع عيد الصليب وعيد الكنيسة كنيسة إرمامين التي هي الكنيسة الثانية بعد كنيسة السلط في التأسيس كنيسة السلط سنة 1866 وكنيسة إرمامين سنة 1875 تعتبر ثاني كنيسة تأسست للاتين في شرق الأردن في بداية القداس رحبنا بالجميع والآن من الواجب أن نقدم الشكر للجميع أولاً لسيدنا المطران ويليام الشوملي على ترأسه هذا الاحتفال التكريمي لخشبة الصليب المقدس ثم نشكر قناة نور سات اللي ما بتقصر أبداً في أن تدعم كل نشاطاتنا لخدمة ولمجد الله والشكر خاص ومميز للأخ فارس عباسي والجوقة جوقة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي اللي شرفونا وأتحفونا بترانيم الدينية بمحبة وتقوى كذلك شكر لمجموعة كشافة الويبدة ونشكر الجميع جميع أبناء الرعية اللي ساهموا في إعداد ونجاح هذا الاحتفال والشكر لجميع الأصدقاء والأحباء والأخويات اللي شرفونا أيضاً وشاركونا في هذه الصلاة برنامجنا الآن يقوم سيدنا بالصلاة الختامية ثم ببارك خشبة الصليب المقدس في عنا بهاي الكنيسة ذخيرة مميزة ليست ذخيرة القديس فلان وفلان ولكن ذخيرة من الخشبة الصليب المقدس الخشبة الحقيقية التي لربما لا بل أكيد سمعت يسوع وهو يتكلم ولا سيما كما سبق وطلبنا أن نأخذ درس من هذا الاحتفال ألا وهو المحبة والغفران لأنه يسوع أيضاً
من على خشبة الصليب قد غفر ليس لأصدقائه ولا لشعبه ولكن للجميع حتى لأعدائه. فيقوم سيدنا المطران بتبخير الذخيرة، ثم في نهاية القداس بنقدم الذخيرة للتقبيل والشكران وعرفان الجميل، وبنفس الوقت الشباب رايحين يوزعوا من ثمر الأرض، من ثمر إرممين الطيبة، أهلها طيبين وثمارها طيبة أيضاً. وبعد ذلك سيدنا المطران راح يكون في الساحة قدام مزار العذراء حتى نسلم عليه ونقدم التهاني المتبادلة للجميع، وكمان مرة أهلا وسهلا بالجميع. لنصلي. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت صليبك الذي علقت عليه راية حرية وآية خلاص، نسألك أن تهبنا أن نعانق هذا الصليب كلما ثقلت علينا صلبان الحياة، وأن نظهر في حياتنا علامة الصليب التي قبلناها بالعماد، محتملين من أجل ذاتك كل صليب. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. نصلي الآن صلاة شكر على الرمان المقدم للكنيسة، ونصلي من أجل المقدميه ومن أجل أيضاً آكليه. اللهم خالق الكون ومنظم الفصول الأربع لخير الإنسان، نشكرك على ثمار الأرض التي جعلتها لصحتنا وخيرنا واستمراريتنا في الحياة. بارك اللهم مقدمي هذا الرمان وآكليه، واجعله يؤول لخلاص النفس والجسد. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. بشفاعة ذخيرة الصليب المقدس، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح، بس بعد ما تأخذوا الرمان.